السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث المساء. لا تزال التداعيات حادثة مجمع الدفاع مستمرة، ولا يزال اللغط حول الجهة المستفيدة من الحادث كونها إرهابية أم سياسية مستمرا أيضا. في هذه التداعيات خرجت علينا صحيفة ماري بريس بقنبلة خبرية من العيار الثقيل. قالت في خبر رئيسي: خيوط تكشف الجاني، مصدر مقرب من الرئيس، الهجوم على وزارة الدفاع نفذته جماعات تابعة للقاعدة مخترقة من قبل صالح. لمناقشة هذه القضية القنبلة معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الصالحي، رئيس تحرير صحيفة مارب بريس اليومية. محمد صالحي، أهلا بك. أهلا أخ عبد الله، أمسي عليك ومسي على جميع السادة المشاهدين. أهلا جميعا بسادة المشاهدين. قبل أن نناقش ما جاء في التقرير الصحفي لصحيفتكم مارب بريس، دعنا نشاهد هذا التقرير. شاهدوا معنا أعزائي المشاهدين. بعد الهجوم الأكثر جراءة ضد الجيش الذي استهدف رأس المؤسسة العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي هو رئيس الجمهورية، تبادرت مجموعة تساؤلات على ذهن الشارع اليمني عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء هذه العملية. في الزيارة التي سارع بها الرئيس هادي إلى وزارة الدفاع عقب الهجوم، كان قد شكل لجنة برئاسة هيئة الأركان اللواء علي الأشول، وجهها بسرعة رفع تقرير عن العملية خلال 24 ساعة. اللجنة رفعت التقرير بعد يوم من العملية، لكن التقرير وحسب مراقبين لم يكشف ما تردد عن تسهيلات قدمت للمهاجمين من داخل وزارة الدفاع، ولا من أين حصل المهاجمون على السلاح وخاصة صواريخ لو المحمولة على الكتف، ولا عن كيف تمكن المهاجمون من تجاوز كل نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، ولا عن القناصة الذين ساندوا المهاجمين من منازل محيطة بوزارة الدفاع. وبعد تصريحات السكرتير الخاص للرئيس هادي للشرق الأوسط اللندنية عن أن الرئيس كان هو المستهدف من الهجوم، وأن القاعدة مخترقة من قبل الأمن، وأن الأمن مخترق من قبل القاعدة أيضاً، نشر مارب بريس معلومات عن مصادر رئاسية رفيعة قالت إن عملية اقتحام وزارة الدفاع كان الهدف منها توجيه ضربة سياسية للرئيس هادي. المصدر الرئاسي الرفيع قال إن الطرف الذي اخترق القاعدة منذ عدة سنوات معروف، وما يزال يدير تفاهماته معها بشكل غير مباشر، لافتاً إلى ردود أفعال الرئيس السابق علي صالح إزاء العملية، والتي تشير إلى أن لصالح خيوطاً فيها. وذكر المصدر أن ردود أفعال صالح منذ العملية بدءاً باستنكارها، ثم إرسال برقية عزاء للرئيس هادي، ثم تشديد الإجراءات الأمنية على منزله بجوار الكميم، ثم إعلان يحيى محمد وأخيه محمد وقوفهم مع هادي رغم أن يحيى يسيء إليه منذ عدة أشهر، كل هذه الردود تطرح علامات استفهام عدة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. أهلا بك محمد. نود لو نطلع أعزائي المشاهدين على العنوان الرئيس في صحيفتكم الموقرة تحت هذا العنوان: خيوط تكشف الجاني، والصورة كما هي موضحة أيضا لصالح، صورة واضحة صحيح. محمد، ما هي هذه الخيوط التي قلتم أنها كشفت الجاني أو تقترب بالاتهامات إليه؟ طبعا نحن اعتمدنا في التقرير الذي نشر اليوم على عدة دلائل وعدة قرائن وتحليل المعلومات والمعطيات التي لدينا أو التي تواترت عبر مصادر، وكذلك تصريح المصدر الرئاسي المقرب أو المصدر المقرب من هادي. نعم. الذي أدلى بمعلومات مهمة وخطيرة، فتحدث عن عدة قضايا. هناك موضوع أولا الأطباء الذين كانوا من المقرر أن يلتقوا بهادي ويقوموا بعملية فحوصات ومعاينة للرئيس هادي. نعم. المعلومات التي لدينا ولم تنشر في تقرير اليوم أن هناك عملية تصنت تمت على الأطباء، وفهم الطرف أحد الأطراف المعنية بالعملية أو المخطط لها أن الرئيس سيلتقي بهم في المستشفى. نعم. وهو خلاف ما حدث أنهم انتقلوا إلى مقر إقامة الرئيس. صحيح.
يضع عدة تساؤلات. هذا المعلومة المهمة، من يملك أجهزة تصنت؟ من الذي لديه أجهزة تصنت يستطيع أن يصل أو أن يخترق اتصالات معينة مع أطباء معنيين بصحة الرئيس؟ نعم. المعلومة الأهم من ذلك هي موضوع القاعدة واختراق القاعدة. نعم. من المعلوم أن هناك تفاهمات وهناك فترات كانت هناك هدنة وكان هناك نوع من التواصل بين النظام السابق وبين القاعدة، وكان هناك نوع من المساومة أو نوع من الاسترضاء بين الطرفين. والمصدر المقرب الذي صرح لصحيفتكم قال كما جاء في التقرير أن صالح مخترق للقاعدة. نعم، هو المصدر المقرب من هادي أوضح بشكل صريح أن القاعدة مخترقة من النظام السابق ومن صالح. نعم. وهناك دلائل تشير على هذا الاختراق أو على هذا التفاهم ما حدث بعد الثورة الشبابية وبعد سقوط نظام صالح من تزايد وتيرة العمليات التي تنظمها القاعدة واغتيال ضباط الجيش والمسؤولين الأمنيين بعكس ما كان عليه قبل عام 2011. جميع الأصابع تشير إلى هذا التفاهم الموجود. نعم. نناقش الخبر ما ورد فيه من معلومات. الفقرة الأولى التي لفتت انتباهي قال أن الهدف من السيطرة، هذا المصدر المسؤول الذي صرح لصحيفتكم قال هدف من السيطرة ليس هو الانقلاب كما أشيع، لأن إسقاط أبناء لا يحدث انقلابا، ولكن هو السيطرة على مجمع الدفاع. نعم، هي كما ورد في الخبر وكما تواصلنا مع بعض الخبراء العسكريين، هل كانت انقلاب كما أشيع في فترة من في عقب الحادث مباشرة؟ نعم. نفى وجود كثير من الخبراء والمطلعين على الشأن العسكري أن يكون عملية انقلاب، لأن انقلاب لها شروطها ولها مقوماتها، منها السيطرة على وزارة الدفاع وعلى وزارة الإذاعة والتلفزيون على منشآت حيوية. عدة شروط أخرى. نعم. نعم. ما تم هي عبارة عن ضربة سياسية الهادي في محاولة لتمريغ وحل تمريغ وزارة الدفاع وهادي ومكوناتها الموجودة، وبعث رسالة قوية إلى هادي. هو الخبر أشار محمد. نعم. بحسب المصدر قال أن المهاجمين وجد معهم غذاء بسيط على اعتبار أن العملية كانت تستهدف السيطرة على من الدفاع لأيام. نعم. ما الهدف؟ ليس كريز تحرير فقط، لكن كمتابع سياسي للمشهد. هو يعني الرسالة لها أكثر من يعني العملية لها أكثر من رسالة. أولاً أن القاعدة إذا كانت هي من تقف وراء العملية، لأن هناك تضارب فيها. اليوم الأول نشرت تغريدة أو بيان على تويتر، ثم نفت القاعدة صحة الحساب. نعم. هو في الأخير النفي تبني القاعدة. أنا أحب أن أوضح للأعزاء المشاهدين كمان ترى لديك إطلاع حول الأمر. نعم. أن القاعدة هي تبنت، ليس القاعدة لم تتبنى رسمياً. نعم. رسمياً التفجير، كما لم تنفي رسمياً. كل ما حدث من 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 تبني للقاعدة أو نفي القاعدة للخبر هو تغريدات على تويتر أو فيسبوك. نعم، ولكن من حسابات شخصية يعني بصمات العملية تشير إلى وجود ضلوع القاعدة، يعني بحكم العملية السابقة والعقيدة الموجودة لدى القاعدة، مع اختلاف مهم جداً في العملية هذه هو استهداف المدنيين من الأطباء والممرضين والممرضات. هذا تطور جديد في عملية إن صحت لعملية القاعدة التي تقف وراءها. ولكن الملاحظ أن المهاجمين برغم يعني لا زالت المعلومة متضاربة، هل هم 12 أم 25 أم 26؟ التقرير حسم مسألة تقرير اللجنة العليا قال لجنة الأمنية. نعم. العليا قال 12. تقرير اللجنة فيه ثغرات جمة يعني وثغرات كبيرة جدا سنتحدث عنها، ولكن كإشارة في موضوع مهم. نعم. هو أن العناصر التي اقتحمت وزارة العرضية وزارة الدفاع كانت لديها معرفة كاملة بجميع تفاصيل الوزارة، يعني شهود عيان تحدثوا عن انطلاقهم كان انطلاق مرتب وانطلاق مدروس وعارفين إلى أين يهدفوا الوصول إليه. أما بخصوص تقرير اللجنة العليا التي شكلت، أستغرب من بعد ساعات من الحادث أو إعلان أن هوية المنفذين مجموعة سعوديين، يعني إمكانية الوصول إلى هذا المعلومة هذه الدقة وهذه السرعة. تشكك في هذه المعلومة؟ تشكك في هذه المعلومة أو تضع تساؤلات عن أن هناك جهة موجودة في اللجنة تعرف مسبقا من المنفذين، لأن من الصعب ربما وجدت هوياتهم معهم مع المنفذين. لا أعتقد أن أو من المنطق أن يقوم انتحاري أو كذا يأخذ هويته في يعني معه.
إضافة التضارب لدى. أنت تعتقد أن الإشارة إلى 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 هوية المنفذين أنه حرف مسار التركيز على تستغرب على السرعة باتجاه السعودية مثلاً اتجاه للسعوديين. نعم نعرف تنظيم الجزيرة تنظيم جزيرة العرب هو خليط بين يمنيين وسعوديين وعرب آخرين. نعم. لكن سرعة تحديد هوية المنفذين جنسياتهم كان فيها نوع من التساؤل أثار الشارع يعني بشكل كبير جدا. دعنا نتوقف حول الفقرة هذه ما جاء على لسان المقرب من الرئيس هادي لصحيفتكم، قال إن حكاية الانقلابات ليست منطقية لأن الانقلاب لا يدار بتلك الطريقة، مؤكدا أن من قام بالعملية هي إحدى جماعة القاعدة المخترقة التي تم تسريب معلومات معينة لها لتسهيل تنفيذ العملية. ما هي هذه المعلومات المعينة التي أشرتم لها وأشار لها المصدر الرئاسي في تقريركم؟ قد تكون المعلومات موضوع التصنت على الأطباء. نعم. أشرت لها في بداية. نعم. موضوع مخطط وزارة الدفاع ومعرفة الأماكن الحيوية فيه والانتشار الموجود، معرفة الثغرات الأمنية الموجودة في الوزارة، يعني وزارة بحجم وزارة الدفاع من المنطقة أن يتم أن تكون هناك يعني نوع من التحصيلات الأمنية والتحصيل الأمني بمستوى أعلى. نعم. خصوصا أنه أن الوضع الأمني وهناك تهديدات سابقة، فوجود ثغرات أمنية تشير إلى أن هناك يعني تسهيل معلومات. أنت أشرت أنها التنصت على تلفونات الأطباء وبين الجهة الرئاسية التي نسقت لهم موعدا في ذات اليوم، وهو للعلم خرجوا من حسب المعلومات المتوفرة صحفيا أنهم خرجوا من مكان الحادث قبل 15 دقيقة فقط. نعم. من وقوعه. لنتوقف أيضا عند فقرة أخرى من ما جاء في التقرير. قال التقرير أن الطرف الذي اخترق القاعدة منذ عدة سنوات ويدير تفاهماته معها بشكل غير مباشر هو الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هو ليس يعني هل هذا الأمر أمرا كافيا للقول أنه خيط يوصل إلى الرئيس علي عبد الله صالح؟ الرئيس كما أشرت في بداية حديثي أن ما اعتمدنا عليه عبارة عن مجموعة من القرائن والتحليلات للمعلومات. نعم. في محاولة للوصول إلى وجود أو ضلوع من يكون وراء العملية، كذلك استندنا إلى المصدر المقرب من الرئيس هادي. نعم. ولم يكن الاتهام مباشرة إلى صالح أو غيره، ولكن هي بعض المعطيات التي تمت. نعم. منها كذلك اجتماع اللجنة العامة. هذا أنا أحب أن أشير إليه. في هذه الفقرة قال التقرير أن الرئيس السابق دفع باللجنة العامة لطلب لقاء مع الرئيس هادي ليبرر به نشر أكاذيبه، لأنه بعد اللقاء نشر أن الرئيس هادي في وسائل الإعلام التابعة لصالح، أنتم ذكرتم في التقرير أنها نشرت أن اللقاء باللجنة العامة جاء بطلب من الرئيس هادي، بينما في صحة الخبر حسب ما أوردتموه أنتم أن الذي طلب اللقاء هو علي عبد الله صالح من خلال اللجنة العامة، وأن طلب اللقاء والترويج له أنه جاء بطلب من هادي أنه قد يصلح كقرينة. هل تجدون يصلح كقرينة؟ هو يعني كما قلت أنها مجموعة قرائن ومعطيات تم البناء عليها. ترويج وسائل الإعلام المقربة من صالح أن هادي لم يطلب فقط اللقاء باللجنة، بل توسل إلى صالح لأجل اللقاء باللجنة العامة. توسل إلى هادي؟ نعم. هادي توسل إلى صالح من أجل هادي توسل إلى صالح؟ نعم. توسل إلى هادي؟ لا، هادي توسل إلى صالح من أجل عقد انعقاد اللجنة العامة لقاها مع هادي. طلب هادي من صالح أن لا، صالح اللي طلب من هادي، يعني حسب التقرير. نعم. أنه اللي طلب صالح طلب من نعم هادي. اللي طلب لكن وسائل الإعلام المقرب من صالح التي أشار أن هادي توسل. نعم. ولكن المصدر المقرب من هادي أكد أن اللقاء تم بناء على طلب من اللجنة العامة أو أحزاب التحالف أو قيادة المؤتمر بالرئيس هادي، هم الذين طلبوا. نعم. وليس هادي اللي نعم. وأن الترويج بعكس ذلك قد يحيي بشيء ما. الترويج في إضافة لقرائن أخرى أنتم مرتموها. نعم. التشديد الحراسة على منزل صالح، قد يكون من حق صالح أن يشدد حراسته على منزله. لماذا تصلح هذا الأمر هنا كقرينة؟ هي إشارة في التقرير أو في زاج التقرير أن التشديد تم بعد في نفس وقت الحادث أو نعم في نفس الوقت، مع أن الجميع أول. طبعا كانت هناك بعض الوسائل الإعلام المقربة من صالح نشرت في نفس الوقت أن هادي كان متواجد في المستشفى، كان متواجد في وزارة الدفاع قبل أن تبث وسائل الإعلام الرسمية زيارة هادي إلى المجمع. نعم. نعم. أشرتم أيضا في التقرير أنه لولا مبادرة الرئيس بالانتقال إلى العرضي لكان ربما سقط فعلا بأيديهم، مؤكدا أن هناك إعدادا لعمليات أخرى وأن الاحتياطات الأمنية في ضرورتها. هذا الكلام ورد في التقرير على لسان المصدر الرئاسي أو المصدر المقرب من الرئيس هادي. ما حدث في الخميس الدامي هو يظهر مدى جاهزية الأجهزة الأمنية
وقواتنا المسلحة في مواجهة أي طارئ. نعم. وأثبت عدم كفاءة، عدم وجود كفاءة عالية للقوات الأمنية في التصدي لأي عملية. عندما يسيطر 12 شخص ويستمروا في مواجهة قوات متدربة وقوات عالية تدريب وقوات خاصة إلى غيرها. نعم. يثير يعني تساؤلات المحيطين أو المصدر المقرب أشار إلى هذه المعلومة أن حضور الرئيس أعطى دفعة معنوية إلى الجيش أو للقوات لأن نعم. هناك كان نوع من الاستعصاء ونوع من عدم استطاعة الجيش تحديد أماكنهم أو القضاء عليهم، إضافة إلى الحديث عن قناصة في بعض المنازل المطلة على الوزارة. نعم. محمد، هناك للعلم بتزامنا مع نشر صحيفتكم للخبر الرئيس وإشارتها بالاتهام باتجاه صالح، نشر اليوم في صحيفة الأولى نقلا عن صحيفة المدينة السعودية خبرا لمراسل مغمور لا أحد يعرفه في الوسط الصحفي، تتهم فيه الخبر يتهم فيه قيادي عسكري كبير مقرب من الرئيس هادي بأنه وراء الانقلاب، في إشارة إلى اللواء علي محسن الأحمر. أيضا وسائل إعلامية المقربة من صالح تداولت هذا، تلقفت هذا الخبر وتداولته بشكل كبير وموسع. ماذا يعني ذلك؟ يعني من وجهة نظرك ليس كرئيس تحرير صحيفة المغرب بس أيضا كمحلل ومتابع للمشهد السياسي عموما، هناك يعني لا يخفى على أحد أن هناك محاولة دق بين الرئيس هادي وبين علي محسن الأحمر منذ فترة طويلة، وهناك عملية يعني وسائل إعلام تخصصت في فترة فترات في محاولة إثارة نزيع أو اختلاق قصص وهمية في خلافات بين هادي وبين علي محسن الأحمر. ربما هم يبحثون أيضا عن غريم لهذه العملية. نعم يمكن أن يبحثوا، وزيارة المدينة لم تذكر علي محسن، لم تذكر قيد كبير. نعم. إنما الترجمة في الوسائل الأخرى أو إعادة النشر في الوسائل الأخرى تم التحريف قليلا، تم التحريف مع موجود بأنه علي محسن الأحمر، لأن هناك وسائل تعمد إلى إيجاد خلافات واختلاق مشاكل بين علي محسن وهادي منذ يعني سبقت الهيكلة الجيش وما بعدها. العملية أنا لا أبرئ كوجهة نظر قد تكون صائبة أو غير ذلك، وجود ضلع مخابراتي إقليمي أو دولي في العملية يعني تشير إن النشر في صحيفة المدينة ربما يشير إلى جهات مخابراتي إقليمية أيضا يمكن أن تكون متورطة. قوة العملية والتدريب العالي الموجود للعناصر القاعدة، شهود عيان من الشرطة العسكرية ومن غيرها من وحدات الجيش تحدثت معهم أشاروا إلى الإمكانيات العالية والتدريب العالي للقادة للأفراد الموجودين الذين استطاعوا أن يواجهوا قوات كبيرة جدا، إضافة إلى دخول أسلحة صواريخ لو وصواريخ وأسلحة متفجرة وقنص ومرورها من النقاط العسكرية ومرور، فكيف يعني جميع هذا تدل على إشارات، وهو لم تتطرقه اللجنة العليا الذي رفعت التقرير، لم تتطرق من يقف وراء العملية أو كيف تم تسجيل دخول الأسلحة. نعم. صواريخ لو إلى غيرها. نعم، لكن بغض النظر عن المعلومات الواردة في صحيفتكم أو المعلومات التي نشرت في صحيفة المدينة، ألا تعتقد أن مشهد التحالفات السياسية أيضا يتغير في البلد مع الإقليم كذلك، وهذا ما يشير إلى مستقبل ربما قد يكون مختلفا؟ هو أعتقد أن هادي لديه مشكلة مع بعض دول الجوار، مشكلة لأن هادي محسوب أولا على قوى الثورة وكذلك فيه تقارير أمنية ترفع أو تقارير استخباراتية أنه لديه تحالف مع الإسلاميين أو مع الإصلاح. نعم. ونعرف أن هناك قوى دول الجوار يسوءها التقارب الإسلامي مع هادي أو غيره على ما حصل في مصر أو في تونس أو في لكن علي محسن الأحمر هو محسوب أو بصيغة أو بأخرى على السعودية مثلا، لماذا هذا التسريب الاتهامي رغم أنه لم يذكر صراحة، لكن هو يشير بجمع بعض المعلومات التي وردت إلى أنه هو أيضا متورط، لماذا تريد السعودية إذا كانت السعودية هي أو الجهات أو الداخلية السعودية، لأن السعودية هي أول من بادر أيضا لإدانة الحادث، الداخلية ليست السعودية كمملكة أو كنظام، ما الذي تريد قوله بخلط الأوراق أو برمي الاتهام باتجاه القائد علي محسن الأحمر؟ طبعا السعودية هي شريكة مع اليمن في مكافحة أو حرب الإرهاب. نعم. بغض النظر عن مدى التعاطي مع بعض العمليات وكذا، ولكن ما نشره في صحيفة الجريدة المدينة هو لا يعبر في الأول والأخير عن سياسة النظام السعودي، يعني لا يعبر، لا نحمل السعودية ما لا يحتمل. نعم. أو نحاول أن نبحث عن غريم،
تعرف وسائل الإعلام أصبحت تتلقى من بعض المراسلين وبعض الكتاب معلومات. ما هو الأمر يتحمله مراسل معين. نعم، وكذلك لديه أنا لم يذكر علي محسن صراحة. نعم صراحة. نعم. كما هو معلوم أن علي محسن لديه علاقة طيبة مع المملكة العربية السعودية وهو. يعني أنت تقرأ بعكس ما 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 يفهم منه في الوسائل الإعلام التي أعادت نشر التقرير عن المدينة بتوجيه الاتهام باتجاه علي محسن وأن التحالف تغيرت بين السعودية وعلي محسن. أنت لا تجد هذا الأمر ضروريا يعني؟ لا أعتقد أنه ضروري، وأعتقد أنه هو في نفس الخط القديم الذي يعمل في محاولة تشويه يعني على خط إعلامي معين. نعم. يتوجهه الوسائل الإعلامية المقربة من بالضبط. ونعرف العداءات الموجودة لدى علي محسن مع بعض القوى السياسية وبعض القوى الحركات الدينية التي تستخدم العنف، لديها موقف من علي محسن بسبب حروب صعدة، بسبب وقوفه مع الثورة الشبابية الآخرة. نعم. لكن ما الذي يمكن أن يستفيده متهم كصالح مثلا تشير إليه الاتهامات بتوجيه الاتهام أو حرفه باتجاه علي محسن الأحمر؟ هل يريد القول أن هناك متهمون عدة أو كفار أو ما هو الغرض من وجهة نظرك؟ نعرف العداء الموجود بين العليين منذ انطلاق الثورة والتنافس الموجود وقوى أو أولاد صالح وأولاد أخيه الذي يكون كثير من العداء لعلي محسن. نعم. وفي ظل وجود عدم وجود أو تحديد مصدر رسمي للجهة التي تقف وراء العملية، تكثر التأويلات وتكثر الاتهامات وتكثر الإشاعات وتم رميها على أي أطراف. نعم، لكن لا تجد أن لنا الآن 5 أيام من الحادثة، لا تجد أن اللجنة الأمنية أن تقريرها الأول الذي كان قد أذيع وقد نشر أنه ليس كافيا، أنه من المهم الآن الإعلان عن نتائج التحقيقة الأخيرة لمعرفة على الأقل متهما أو طرف يكون متهما بشكل رسمي وليس كما هو يحدث الآن عن طريق أخبار صحفية أو معلومات؟ هو من حق أهالي الشهداء ذويهم ومن حق الشعب اليمني أن يعرف ما حدث فعلا وكيف تمت العملية بدون عمل تقارير من النوع التي على الطريقة السريعة والوجبات السريعة وتقديمها إلى الشعب. نعم. واستقبال الشعب لابد أن تكون لدى وزارة الدفاع ولدى رئاسة الجمهورية الجراءة في كشف جميع التفاصيل وإثبات أي أدلة على أي طرف معين كان له ضلع في العملية. نعم، هل تتوقع أنت كصحفي كمتابع أن يصدر تقرير من اللجنة الأمنية تقرير قريب يشير بأصابع الاتهام ليس كما فعلتم أنتم بمعلومات صحفية وإنما بشكل رسمي باتجاه جهة ما سواء كان صالح أو غيره؟ لا أتوقع وجود يعني أن تملك الجهات الأمنية الجراءة في نشر تقرير يدين أطراف معينة أو يحدد فعليا ما حدث. لدينا كثير من الأمثلة ومن الحوادث ومن العمليات التي تمت ولم تنشر ولم تشر حتى الآن بشكل لها صحيح ولم تطرق إليها. نعم. لكن هذا الأمر قد يكون الأمر هذه المرة مختلفا، الناس يحتاجون إلى معرفة ماذا حدث بالضبط. يعني في الأخير لا يمكن أن تقول للناس انتظروا ليس هناك جهة نفذت نحن نحقق حتى الآن. للأسف أن ثاقبة الشعب اليمني يعني ذاكرته لا تتعاطى مع السابق أو مع ما حدث سابقا، يعني هي عبارة عن فورة معينة وتنتهي وينتهي مع فقاعات أو برامات. نعم. وحتى وسائل الإعلام هي مساهمة في عدم التركيز على هذه القضايا والإلحاح في إصدار تقارير معينة أو تحديد هوية ما حدث. نعم. اليوم فقط نشر موقعكم على الإنترنت خبر القبض على سيارتين مفخختين في عسر في العاصمة. هل الخبر المتوفر لديكم أن السيارتين هم أيضا من ضمن السيارات التي قيل أنها كانت تستهدف الدفاع أم أنها ليس لها علاقة بالأمر؟ وذكرنا يوم أمس اليوم في عدد اليوم في ضمن التقرير أن هناك 5 سيارات لا زالت تائها في العاصمة صنعاء ومعلومات استخبارية عن وجودها وأن من المحتمل لديها أهداف ستنفذ عملية ضد أهداف حيوية وأهداف يمكن بعض أن تكون سفارات أجنبية أو سفارات أو شركات نفطية أو مقرات أمنية. اليوم المصادر الأمنية ذكرت أن تم إلقاء القبض على سيارتين. نعم. وإن فعلا تم إلقاء القبض ستعطي دلائل وقرائن على المتورطين في حادث العرضي أو في المتبقين الذين لم يتم القبض عليهم. هو بالتقرير المصدر الرئاسي لم يشير إليكم هناك التضارب، هل هناك أسرى من المهاجمين في مجمع الدفاع أم ليس هناك أسرى؟ المصدر الرئاسي ماذا
لم يشر ولكن كان هناك حديث يوم أمس شاهدته في أحد المواقع عن الرئيس هادي أنه لا يوجد هناك أي أسير. وزير الداخلية تحدث كذلك أنه لا يوجد أي معتقل على ذمة العملية. نحن نشرنا في نفس اليوم أو في صباح يوم الجمعة أن جميع من شاركوا تم قتلهم أو تم فجر أنفسهم ولم يسلم أحد منهم. ظهر بعض المقربين من الرئيس أو بعض السكرتير أظن الإعلامي للرئيس تحدث عن وجود معتقلين أو العراسينة فليكونوا قدهم. في اليوم الأول ذكرت صحيفة أظن القدس العربي على لسانه أو الشرق الأوسط أن هناك معتقلين أو لا يمكن تخون الذاكرة، ولكن أحد المسؤولين في الرئاسة أن هناك معتقلين. وبعد يومين وثلاثة أيام تنفي. ألا تجد أيضا أنت كمراقب أو كصحفي متابع أن تعدد الجهات المقربة من الرئيس، المستشاري الرئيسي يصرحون، سكرتير صحفي يصرح، سكرتير شخصي يصرح، ألا تجد أن هذا الأمر مربك أيضا؟ هو عدم وجود آلية إعلامية موحدة في لدى رئاسة الجمهورية من الأسباب المهمة. نعم. العراسي نجده يتحدث يوم الرئيس السكرتير الصحفي للرئيس حدث اليوم الأول عن أن الرئيس المستهدف وأنه كان موجود داخل الأرضي. نعم. وفي اليوم الثاني يوم أمس ينفي الحديث. نعم. ربما هو لا يتوفر لديه معلومات وإنما يصرح فقط، وهذا ما هذا ما حدث ارتباك. كيف يعني. سكرتير إعلامي لرئيس الجمهورية ويتحدث معلومات غير دقيقة ويصرح أن الرئيس كان يعني أنت في الأخير تتفق معي أنه وجود هذا الكم الهائل من المصرحين جنب الرئيس أنه يربك المشهد. نعم. وهذا لا يساعد على معرفة الحقيقة. وسائل الإعلام الحكومية ليست ذات كفاءة عالية حتى تعطي المشاهد أو لا، لكن الرئيس لا يهمني إلا وسائل الإعلام الحكومية. الرئيس يحتاج هو من يكون لديه مسؤول أو ناطق باسمه على الأقل. وهذا الملاحظ في تضارب، المشكلة أنه تضارب يعني معلومات شخص واحد، ما بالك بالآخرين في تضارب المعلومات. نعم. على ذكر الحوادث الأمنية، على ذكر السيارتين اللتين تم القبض عليهما، المصدر الرئاسي أشار لكم في نهاية التقرير أن هناك العديد من العمليات الأخرى التي يمكن يتم تنفيذها داخل العاصمة وأن هناك استنفارا أمنيا كبيرا. ألم تستكشفون من هذا المصدر ما طبيعة هذه الحوادث مثلا؟ توقعاتك كمحلل سياسي إذا لم يكن هناك أخبار ومعلومات كما قلت لك إن إذا ما دام هناك معلومات استخبارية عن وجود سيارات مفخخة أخرى فأكيد يعني أهدافها واضحة، إما مقرات أمنية أو وزارات معينة أو سفارات أجنبية أو شركات. نعم. يعني هذا الذي القاعدة دائما يبحثوا عنها. محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مارب بريس، شكرا لك، كنت معنا حول التقرير المهم في عديد اليوم من يومية مارب بريس. محمد صالحي شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، نعتذر أيضا عن عدم استضافة هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد كما كان قد أعلننا سابقا في إعلانات سابقة عن البرنامج. انتظرونا لكن بعد الفاصل للحديث أيضا حول الصندوق الذي صدر به قرارا جمهوريا أمس لتعويض المتضررين الجنوبيين أو المبعدين من وظائفهم في الجنوب، فكونوا معنا بعد الفاصل. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطا ساخنا نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. لعرض مشاركاتكم في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. الخط الساخن، تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء الساعة 4:45 مساء ويعاد في الأوقات التالية. شاهد ومشاهد حكاية معالم عدلي، تابعونا في برنامج هنا. ابتسامة، ضحك، فقط. طب أي حاجة؟ طب لو سمحت. اللي تحت غول اللي فوق، شكراً لنا نبضنا نبضنا الله تعايب لي هينزل. نزرعها في وجوه عدلية. محطات نسردها من واقع الماضي. كل هذا وأكثر
في أسبقية من هنا عدن. مكابي بطلة تنهي برن تري سيدرته ميما ناب الشجف على الهجر ما قدرش أنا أشوف يومي سنة على الهجر ما قدرش أنا أشوف يومي سنة زي جنة هنا عدن. يأتيكم الثلاثاء الثامنة مساء ويعاد في الأوقات التالية. نافذة أمل يأتيكم الأحد في الثامنة مساء ويعاد في الأوقات التالية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. صدر قرارا جمهوريا أمس بإنشاء صندوق لتعويض المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية. هذا القرار مهم، ربما يحدث انفراجا كبيرا في الشارع الجنوبي. يذكر أن الرئيس الجمهوري أيضا كان قد أصدر قرارا رئاسيا يتكون من عدد من الأعضاء ومن القضاء لبحث هذا الملف ورفع توصيات معينة لرئيس الجمهورية بمعالجة هذه القضية. للاطلاع على عمل هذه اللجنة كان فريقنا الصحفي الزائر لمحافظة عدن قد سجل تصريحات صحفية مع القاضية نورة ضيف الله الناطق باسم لجنة معالجة أوضاع المبعدين في المحافظات الجنوبية. وبحسب القرار هي مكونة من 9 أعضاء، 5 هما قضاة محاكم ونيابات، وأربعة من الزملاء هم من وزارة الدفاع والداخلية. لله الحمد هناك تجانس طيب بين أعضاء الفريق، الكل يقوم بأعمال غير عادية لإنجاز المهام المناطة باللجنة. بعد استيفاء الأعمال التحضيرية قامت اللجنة البدء بأعمال النزول للجهات ذات العلاقة يعني التعرف من خلالهم على ما لديهم من قضايا من أوليات بشان المبعدين في الجهات الثلاث، كان الدفاع والداخلية أو الوحدات المدنية، الخدمة المدنية أو الصندوق أو التأمينات. فصار إلى التعرف والوصول إلى هذه الجهات وطلب منهم قاعدة بيانات للمبعدين موضوع المعالجة وفقا للقرار. باستيفاء هذه المرحلة تم الانتقال إلى أعمال فتح اللجان لاستقبال التظلمات. كان هذا تقريبا في شهر 4 اللي هو أبريل بدأت اللجنة أعمال الاستقبال للتظلمات العسكرية في المجال العسكري والأمني والأمن السياسي. ثم جاءت المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة المبعدين المدنيين. القاضية نورة أنه وصل عدد الملفات المبعدين التي بحثتها اللجنة إلى 45,000 ملف تم بحثها في الأيام الأولى، والآن أن عدد الملفات قد وصل إلى 140,000 مبعد تم بحث قضيتهم أو ملفاتهم من خلال اللجنة. صار إلى استيفاء الأعداد حوالي 45,000 متظلم مدني. الآن بانتهاء الأعمال الإدارية وما قيد لدينا فنجد أنه صار العدد تقريبا إلى حوالي 140,000 تظلم في إطار لجنة المبعدين. وفي موضوع اللجنة العسكرية المختصة بملفات المبعدين في الجانب العسكري تقول أن هناك من يطالب بالعودة والتسوية، وفي الجانب المدني هناك الأمر يختلف تماما عن هذا الأمر. اللجنة العسكرية عندها فرز
للضباط الذين كانوا طالبين العودة، والبعض الآخر طالب التسوية. في اللجنة الأمنية نفس الشيء، هناك من طالب العودة، هناك من طالب التسويات والاستراتيجيات. في الجانب المدني يختلف الحال، هناك 4 استمارات وزعت على المدنيين. الأولى كان التقاعد المبكر اللي هو الإقصاء المبكر عن الخدمة. الاستمارة الأخرى كانت لمن بلغوا الأجلين في التقاعد، والمنقطعين الذين انقطعوا لسبب أو لآخر لهم استمارة خاصة. ثم الموظفين الذين هم يعني في إطار الوحدات التي جرى خصخصتها، وصل العدد إلى حوالي 140,000. وما زلنا الآن بصدد فتح اللجنة يعني في القريب العاجل كمرحلة نهائية لعدن ومجاورها، حتى نستوفي بقية الأعداد التي لم يعني تتمكن لسبب أو الآخر من الوصول في الفترة الأولى. وبعد عمل 8 أشهر للجنة، تقول القاضية نورة أن اللجنة وصلت الآن للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة المعالجات. نحن قسمنا مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، الآن نحن في المرحلة الثالثة. فبانتهاء بدأنا في أعمال المعالجة. عملياً المعالجة بدأت في شهر 8. القرار الرئاسي نص على أن تكون سريان المدة لأعمال اللجنة هي عام واحد فقط، يبدأ من 8 يناير وينتهي ب 8 يناير 2014. تشير القاضية نورة إلى أن فحص الملفات كان قد أخذ غالبية وقت اللجنة، كونه أمر كان يتعلق بجمع المادة وجمع عدد المتضررين أو الطالبين للتعويض أو الطالبين للعودة للسلك المدني والعسكري. صدور القرارات الرئاسية بشأنه، وهي القرارات رقم 49 50 51 52 الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية، التي أعطت للمبعدين حق العودة إلى الخدمة الفعلية، واعتبار مدد الانقطاع أو الإبعاد والحرمان خدمات فعلية استحق بموجبها هؤلاء المبعدين رتبهم المستحقة كما لو كانوا في الخدمة، كما لو كانوا في الخدمة، إضافة إلى ما سقطت عليهم من مزايا ومن حقوق واستحقاقات، ناهيك على الاستراتيجية موضوع الأجور والمرتبات. أكد القاضية نورة على أن عمل اللجنة أصلاً في الأصل هو إعادة المبعدين إلى وظائفهم كونهم قد أقصوا بشكل تعسفي. هي تقوم بمعالجتين تقريباً. المعالجة الأولى اللي هي موضوع إعادة المبعدين إلى أعمالهم، خاصة إذا ما تبت إنهم أقصوا في يعني في فترات لم يكون بعد هم واصلين إلى مرحلة التقاعد، يعني أعمارهم لم تكن يعني قد وصلت إلى مرحلة التقاعد، هم ما زالوا صغار، ما زالوا في عندهم القدرة على العمل، لكن صار إلى الإقصاء المبكر عن الخدمة وإبعادهم عن حق يعني مكتسب وفقا للدستور والقانون في أن يكونوا في مرافقهم الصحيحة، يتمتعوا بحق العمل، بحق الحياة الكريمة. تشير القاضية نورة إلى أن أهم التحديات التي تواجه اللجنة هي مسألة جمع البيانات وتحليلها والتحقق منها. هناك تحديات ومعوقات كبيرة أمام لجنة المبعدين. يمكن أكثر المعوقات التي صادفتها اللجنة هي ضآلة البيانات وعدم استيفائها. ظلت لجنة المبعدين تبحث عن قاعدة البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويمكن طلبت قواعد البيانات لأكثر من 5 مرات من الجهات والوزارات اللي هي مرتبطة بقضايا المبعدين، وللأسف الشديد حتى في ال5 المرات اللي طلبت فيها هذه البيانات، والذي كانت اللجنة يعني حتى يعني وصلت إلى حد اللقاء المباشر مع مسؤولي هذه الجهات، كانت حتى البيانات تصل وهي ناقصة وغير مستوفية، وبالتالي لا تقود إلى أي معالجة صحيحة لموضوع المبعدين. تشير القاضية نورة إلى أن فحص الملفات عادة ما يكون هناك عدم مطابقة أو عدم ونقصان في الوثائق، لكنه عادة ما يكون أو يفسر لصالح المبعد أو لما هو في مصلحته. المبعد دائما يعني في ملفه يضع بياناته، يعني أنا كمبعد عندي بياناتي، عندي بطاقة الهوية، عندي بطاقة عسكرية، عندي وثائق رسمية،
فهو يضمن ملفه هذه البيانات، واللجنة تقوم بفحص هذه البيانات وتتأكد من مدى رسمية الوثائق التي بيد المبعدين، وتقوم مطابقتها مع قاعدة البيانات الواردة من الجهة. للأسف الشديد هناك عدم تطابق وعدم استيفاء وعدم صحة ومصداقية في بعض البيانات، الأمر الذي صار إلى تغليب مصلحة المبعدين وتفسير الشك لمصلحتهم على اعتبار رسمية الوثائق التي لم يطعم بها بعد بالتزوير. كل مبعد لديه بطاقة هوية مدنية أو بطاقة هوية عسكرية. يقول القاضية إنهم في اللجنة على اعتبار أنهم قضاة أنهم يتعاملون مع الملفات كأنهم محكمة للتحقق من دقة البيانات، ومن لم يكن موجودا يتصلون به ويستفسرون من معلوماته لما هو في مصلحته بالطبع. كل ملف من المبعد يفتح وكأننا يعني في محكمة أو في نيابة، يفتح الملف، تدرس الأوراق، تفحص رسميته، صحته، الوثائق الدالة على المظلمة، على الانتهاك، ويفحص كل ملف على حدة. في حال أنه بعض البيانات غير مستوفية نقوم بطلب المبعدين من منازلهم عبر التليفونات المقيدة في التظلمات. كان يهمنا أن يكون هناك استئتاق حقيقي من المظالم، كان يهمنا أنه كل الوثائق تقود إلى مساعدة المبعد في أنه يثبت هذه المظالم ويثبت هذا الانتهاك والشكوى المقدمة منه، بحيث يصار إلى معالجة صحيحة، معالجة قانونية وفقا لأسس قانونية وهكذا. تشير القاضية إلى أن مسألة التحقق قد يصل في بعض الأحيان إلى الذهاب إلى مناطق نائية في المناطق في المحافظات الجنوبية. قمنا بفحص والتحقق والتأكد وطلب المبعدين، وصل المبعدين حتى من محافظات نائية. ليش؟ لأنه بعض المبعدين لم يوردوا بطاقة العسكرية، بعض المبعدين لم يضمنوا الملفات المؤهلات الجامعية، بعض القيادات العسكرية التي هي ذات رتب وتخصصات عالية لم تقوم بإيراد القرارات المتعلقة بهذه الرتب أو بالاستحقاقات أو بالمناصب القيادية، وهو أمر يتعلق برتب واستحقاق، فإذا ما أغفلناه فنحن أضرينا بالمبعدين. بالتالي صار إلى طلبهم، جاء الناس من كل مكان وقابلتهم اللجنة، وده كان له تأثيره الإيجابي في أنك توصل الناس إلى معالجات صحيحة. أعزائي المشاهدين، بالفعل قرار الجمهوري بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين في المحافظات الجنوبية وإعادتهم لوظائفهم من الأمور المهمة لمعالجة المسائل الحقوقية في الجنوب التي ربما قد تسهم كثيرا في استقرار الوضع السياسي والأمني في البلد. أعزائي المشاهدين، أيضا نكون بهذه الفقرة قد وصلنا إلى نهاية حديث المساء. معكم بعد الفاصل الزميل أسامة سلطان والمساء الرياضي، فكونوا معهم. حين تتعرض للظلم أو التعسف وتسلب القدرة على الاعتراف، نفتح لك خطا ساخنا نقرب فيه المسافة ونمنحك حق المواجهة. الخط الساخن، نسمع صوتك وننقل وجهة نظرك. لعرض مشاركاتكم في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. الخط الساخن، تتابعونه من الأحد إلى الأربعاء الساعة 4:45 مساء، ويعاد في الأوقات التالية. شاهد ومشاهد حكاية معالم عدلي، تابعونا في برنامج هنا. ابتسامة، ضحك، وقح، طب أي حاجة، طب لو سمحت. اللي تحت غل اللي فوق، شوف غلان انا اغلط انا غلط انا غلط، عيب لي ينزل.
نزرعها في وجوه عدل. محطات نسردها من واقع الماضي، كل هذا وأكثر في أسبقية من هنا عدل. مكبيبة لا تنهي برن تري سيدرته ميما راب الشجف على هجر ما قدر شان أنا أشوف يومي سنة على هجر ما قدر شان أشوف يومي سنة زي جنة هنا عدن. يأتيكم الثلاثاء الثامنة مساء ويعاد في الأوقات التالية. نافذة أمل يأتيكم الأحد في الثامنة مساء ويعاد في الأوقات التالية.